بتبقى ورطه ساعات يا كابتن، فكره ان انت عندك دكه احتياطي ما يقلوش في كفاءتهم ومهاراتهم عن اللعيبه العاديين، يعني ورطه للمدرب. انا بتكلم بقى على الصعيد النفسي تحديدا، رجوعا للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، فكره الروتيشن وانت عندك كلهم نجوم ومنهم كمان كذا حد بيبقى رائع في اكتر من مركز، تمام، يعني مش بس في مركزه هو بالظبط. فدي بتصعب مهمه التبديلات اللي بيلجا لها المدير الفني في بعض الاحيان. ما فيش شك بتصعب مهمته لسببين. اولا طبعا كل التحيه لمجلس اداره النادي الاهلي طبعا والكابتن محمود الخطيب، عامل السنه دي يعني توليفه رهيبه تنجح اي مدرب بعيد عن اي حاجه. احنا بنتكلم زي ما قلت الصفقات الاخيره كمان، صفقات رهيبه، لوز اللوز قوي قوي يعني فعلا تحس يعني حتى انت لما تيجي تغير وعايز تحط لعيب او ان انت تعمل الروتيشن بشكل كويس، انت لسه هتخش بقى على ماتشات دلوقتي وبتلعب 3 4 ايام وهيجي لك افريقيا، الدنيا هتبقى صعبه، الهرس جاي، الهرس جاي بالظبط. فانت انت قدرتك انت كمدرب وقصه الاقناع بقى اللي انا كنت بقول اللي كان ناجح فيها جدا مستر مانويل جوزيه، الاقناع يعني ايه؟ يعني انا قاعد لعيب كبير زي مثلا محمود كهربا. بس انا اسف لمقاطعه حضرتك، بس الشيء بالشيء يذكر برضه، في الفتره بتاعه مانويل جوزيه كان في استدامه، كان في استمراريه، تمام، في التالق، تمام. لكن مع غيره من المدربين بدون تسميه شخص بعينه بتلاقي ساعات في تذبذب في المستوى لدرجه ان انت تبقى قاعد محتار، يعني الله مش ده اللي كان مولع الدنيا من كام يوم في الماتش اللي فات؟ طب ليه الدنيا بعافيه ليه المره دي شويه؟ في تعطيل شويه. بس انا هقول لحضرتك حاجه، خلينا برضه عشان نبقى منصفين. ايام مانويل جوزيه كان النادي الاهلي دايما النادي الاهلي ماشي بقدرات استثماريه عاليه على مستوى جميع مجالس ادارات النادي. في الوقت ده مع احترامي لجميع الانديه، الوقت اللي كان فيه مانويل جوزيه كان مانويل جوزيه بس اللي احنا بنجدد وبنجيب لعيبه وعندنا القدرات دي. مع احترامي الكامل الانديه كلها، عشان كده كان الفرق بقى واضح والفروق كبيره. انما دلوقتي قدرات ماديه كبيره عند معظم الانديه وخاصه الانديه اللي طالعه وغيرهم طبعا، عندي القدرات دي. فخلي بالك العمل هيحل الدوري يا كابتن، هيحل الدوري طبعا. ما عشان كده هلاقي الصعوبه اللي هي بالنسبه للنادي الاهلي ما بيبقاش بقى ايه يعني حاجه وحشه في الكواليتي بتاع اللعيبه او 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 خامات اللعيبه اللي انا جايبها، لا الناس برضو بتعلى زي الناس بتدعم زي لا، وحتى اللي مش عالي قوي بيجي في ماتش الاهلي ويحجر جامد، يعني الناس كلها بتتغول انجاز التعبير بالظبط، حتى لو هم امكانياتهم محدوده على فكره، يعني مش بتكلم ماديا، حتى مهاريا، حتى مهاريا بتلاقيهم فايقين كده مع الاهلي دايما. بص في مقوله دايما احنا حتى بنقولها للناشئين في في في, في بجميع المجالات لما كنا في حاله تواجدنا في النادي الاهلي، كل لعيب في مصر بيلعب قدام النادي الاهلي عايز يلعب في النادي الاهلي طبعاً، وعايز ياخد عين المدربين طبعاً، ان كان في الناشئين أكيد، او في الفريق الاول، وده حق شرعي ليه طبعا، فبيقاتل بالظبط، منطقي جدا بيقاتل. علاوه على زي ما قلت لك الكواليتي بتاع اللعيبه دلوقتي اللي بيجيبها فيوتشر وبيجيبها البنك الاهلي وبيجيبها معظم الانديه اللي صاعده دلوقتي، لا بقت زادت، فالمنافسه قربت شويه. يعني احنا امبارح دلوقتي لو بنتكلم عن تاريخ النادي الاهلي تمام وتاريخ مثلا البنك الاهلي مع كامل احترامي ليهم طبعا الموضوع كبير طبعًا. انت الطبيعي ان انت تنزل تكسبهم 5-6، ناس اجتهدت وتعبت مع مدرب محترم معاهم طبعًا، ونظم اللعيبه ونظمهم بشكل كويس. لا كان امبارح المباراه تقريبا يعني لدرجه اخر 10 دقائق النادي الاهلي كان يعني احنا كنا قلقانين ان احنا طبعًا ممكن يحصل حاجه، نتعادل، يحصل طبعًا مشكله طبعًا. ولكن زي ما بقول لك كده ايه الموضوع قرب شويه، الناس كلها بقت تدعم وتدعم بقوه.